بلشت انا وصغير يعني، من اول ما وعيت على الدنيا روح قلبي امسك القلم واقعد شخبر وارسم. وطورت موهبتي صراحة بموضوع التدريب. هلا انا ما ب... يعني ما بعده موضوع موهبة، بعده موضوع تدريب. يعني اي شخص في يشتغل لما انا عم بشتغله، يعني عندي شغف في موضوع الخط، موضوع الرسم، هلا عن جديد موضوع الدمج بيناتهم. بلشت والله بالبيت، كان زايد عندي شوية الوان، عم مترسمت رسمة بالبيت واكلت قتلة من امي و وتقلعت من البيت فترة. هلأ في عنا عبارة مستمدة من الأستاذ عبد الرزاق الحمصي، الموت يرك على قاسيون. هي المقولة كمان كتير بحبها وكتير مأثرة فيني وساويتها لوحة من فترة. راسم أم كلثوم راسمها بأغانيها، راسم زياد الرحباني راسمه بأغاني بالمسرحيات تبعه. هلأ موضوع الجداريات، أكتر جدارية قريبة لقلبي مثل فينا نقول هي اللي ساويتها ببيتي تبع سأعود يوما كما كنت، هو هذا بيت الطفولة، بيت الذكريات. انحرق بالأزمة وكتبت فيها الجدارية سأعود يوما كما كنت. يعني صراحة أنا وقت كون متضايق بقعد برسم، وقت كون فرحان بقعد برسم. يعني هو الملجأ مثل ما بيقولوا، يعني اللي بكون متضايق بقوم بروح بفضي طاقتي بالرسم. هلا هون مكتوب لا تسمح لأحد أن يطفئ نور في قلبك بشكل دائري، وهو هذا التصميم مقصوص، يعني التصميم الكامل دائرة وبقلب منه مكتوب الحياة. إقبال كتير جيد الحمد لله، موضوع الصناديق، موضوع الفكر الجديدة. يعني أي حتى هلا من فترة جمعة تقريبا اشتغلت موضوع تعديل السيارات بالخط العربي.